انا رايي ان الموضوع ده اثر جدا جدا فعلا، لان عمل شويه عمل مرأة قويه وعمل مرأة ضعيفه جدا، اثر في الاثنين بفظاعه، لان هو اثر في المرأة القويه بحيث ان خليها تبقى بتدافع عن حقوقها وبتدور عليها، واثر في مرأة ما قدرتش تاخد الحق ده فعيشت ضعيفه وفضلت عايشه في الضعف لحد ما بقى لهاش وجود، بقت زيها زي اي حاجه مش موجوده. واثر عشان المرأة القويه اللي بقى لقينا ناس فعلا قويه وحققت حاجات وبدات تدافع عن حق المرأة اللي المفروض ان كلنا ندافع عنه، وناس تانية ما حققتش ده للاسف خالص، وضيعت الكارير بتاعها، ضيعت كل حاجه كان ممكن تحققها عشان ولا حاجه. انا ان المراه بعد ما كان في عداله مساواه بينها وبين الراجل بقت اقوى، عشان اي ضغط بيولد بعدين انفجار، فقدرت تعافر عشان تبقى زي وزيها. ودلوقتي البنات ماشيه اصلا بسلف ديفنس، عشان اي حد تبقى متربصه له، اي حد هيجي جنبها فهتعمل رد فعل. انا اعتقد ان عدم المساواه بين الرجل والمراه ادى الى ظهور جيل من النساء الاقويات، وده ظهر في صور كتير قوي في حياتنا اليوميه. من الصور دي مثلا ان الطلاق زاد قوي الفتره اللي فاتت، وده عشان النساء والسيدات حسوا ان هم اقوياء كفايه ان هم يقدروا يديروا ويقوموا البيت، فبالتالي ادى الى يحصل حدوث الطلاق. تاني حاجه برضو ان ظهرت ان في سيدات قوي رغم صعوبه ان هم يوصلوا لبوستات عاليه قدروا ان هم يوصلوا لدوت، رغم ان كان في تسهيل للذكور عن الاناث. يعني انا مع ان المراه خلاص ما بقتش محتاجه للراجل عشان تثبت نفسها، هي دلوقتي بقت بتشتغل، بقت بتوصل لبوزيشنز عاليه، بقت في السياسه، بقت مشاركه في كل حاجه، ما بقتش محتاجه للراجل عشان تصرف على نفسها، لان بيتهيألي اكتر حاجه ممكن تزنق حد في اي حاجه انه يحتاج لحد، بالذات المراه للراجل، في الفلوس، مش محتاجه حاجه تانيه. بس انا مع ان المراه بقت قويه يعني.